تتواصل الإثارة معكم في انطلاقات هذه الأمسية الكبيرة، هذه هي الأمسية التي شاهدنا واستمتعنا فيها بأسماء عملاقة وكبيرة. انطلق منذ لحظات شوطنا الخامس مخصص للحيل، مسافته هي 6 كيلومترات. نبدأ مباشرة باستعراض الأسماء التي تواجدت ضمن نطاق الأرقام المذاعة، ضمن نطاق 5 المراكز الأولى، لأجد من تحتل المركز الأول. منصورة إذن تقود هذه الأسماء لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ضمرها علي بن حمد بن جرحب المري. الوجبة تحتل المركز الثاني لهجن الشحانية، يضمر الوجبة جابر بن سالم بن فاران المري، بينما الريشة تتقدم إلى المركز الثالث الآن لهجن الشحانية، يضمر الريشة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أسباير تتقدم إلى المركز الرابع لهجنة الشحانية أيضا، والمضمر هو سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. والعزرة أيضا تتقدم بدورها لتختطف المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم بقيادة عبد الله بن طالب بن شفيع. هذه النتيجة للمراكز 5 الأولى والمتقدمة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نشاهد أسماء قوية أيضا تشارك معنا وتنطلق في هذا الشوط. أسماء سننتظرها معكم بحول الله تعالى عندما تحين الفرصة المناسبة لدخولها إلى عالم النداء. عودة من جديد إلى منصورة، من تحتل المركز الأول. إذن منصورة على المقدمة، تحتل مقدمة هذا الشوط وتفرض سيطرتها بكل واقعية، تخاطب المركز الأول وتتقدم على هذه المجاميع. منصورة إذن تحمل الشعار الذي لا تغيب عنه الشمس أبدا أبدا، إنه شعار أنجال سمو الشيخ عبد الله بن خليفة بن حمد آل ثاني، شعار شديدة ومسيكة ونويعس وغيرها من الأسماء الشحانية، النفود الفارس وعجلان الجازي ومزنة الصغيرة ومزنة الكبيرة والعنود أم السيوف وأيضا عسيلة وبنعد 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 ومزنة الكبيرة، وإنجازات كانت في زمن جميل برفقة مضمرين كفاء يترأس هذه الأسماء مرعب المضمرين ناصر بن مسفر الشهواني. عموما وعلى كل حال، منصورة تحتل المركز الأول لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، ضمنها في هذا الشوط، وفي أيضا مشاركاتها علي بن حمد بن جرحب المري موهوب المضمرين. المركز الثاني تتقدم فيه الوجبة، الوجبة تحتل المركز الثاني لهجن الشحانية ويضمرها جابر بن سالم بن فاران المري، بينما المركز الثالث أرى العزرة الآن بدأت تتسلل وتتقدم. هذه العزرة وهذا الشعار الذي قدم العزرة أيضا وقدم أسماء كبيرة، مياس بعقاب وغيرها وغيرها من الأسماء هذه. إذن مشاهدين الكرام، العزرة تتقدم بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أيضا شعار نكن له كل التقدير وكل الاحترام ونحيي مشاركاته في ميدان التحدي. ضمر العزرة عبد الله بن طالب بن شفيع، ولكن أرى شوف الريشة، الريشة بدأت تتسلل بالفعل، وزنها وزن الريشة، وبدأت الآن تنطلق وتتقدم إلى المركز الثالث. الريشة لهجن الشحانية، يضمر الريشة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، بالفعل وزنها وزن الريشة. لو الشوط مو بشوط حيل بنقول المشاركة هذه يمكن في الحقائق، يمكن نشوفها في الحقائق، ولكن شكلها ممتاز ونتمنى لها التوفيق إن شاء الله. يضمر الريشة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الخامس، هنا سباير أيضا تتدخل لهجن الشحانية، يضمر سباير سلطان
بن محمد بن سالم الوهيبي، وشوف المركز الخامس هنا قادمة خطيرة خطيرة اسمها، وهي خطيرة بالفعل لأن انطلاقتها انطلاقة قوية خطيرة لهجن الشحانية، يضمرها المضمر الذهبي سالم بن فاران المري الذي أطلق عليه هذا المسمى لحصد السيوف الذهبية والكؤوس والرموز الذهبية. ينطلق الآن بن فاران مع خطيرة ليقتحم الأرقام الأولى. يا سلام، هنا شوط فيه أسماء قوية، تداخلت الأسماء وحضرت القوة مع هذه الحيل، أسماء قوية، من تجيد السباحة في بحر الناموس فلتتقدم إلى لج أعماق هذا البحر، بحر تتلاطم فيه الأمواج، وهنا منافساته تكون دائما عاتية وتكون شديدة المراس وشديدة تلك التحديات على هذه الأسماء وعلى سباير من تتحمل المسؤولية. وتنطلق في المركز الأول سباير لهجن الشحانية، يضمرها سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي عملاق المضمرين، خطيرة الآن اللي قلت لكم عنها خطيرة، تتسلل إلى المركز الثاني إلى مركز الوصافة وتطمع إلى الانتقال الموفق إلى المركز الأول. خطيرة لهجن الشحانية، يضمرها سالم. بن فاران المري، وفي المركز الرابع أو الثالث نجد الوجبة لهجن الشحانية، يضمرها أيضا جابر بن سالم بن فاران المري، وفي المركز الرابع. أشاهد من هناك دخول وتسلل أيضا من شعار هجن الشحانية مع سالم بن فاران المري، والمركز الخامس العزرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم والمضمر عبد الله بن طالب بن محمد بن شفيع. هذه نتيجتنا للمراكز الخمسة الأولى المتقدمة بقيادة إسباير وبانطلاقة خطيرة وبحضور الوجبة وبتواجد العزرة وأيضا بتواجد آخر من هوايل. يا سلام، المسافة المتبقية على خط النهاية مشاهدينا ومتابعينا الكرام قرابة 1100 متر، أيضا نحن نشارف على الدخول والولوج إلى الكيلومتر الأخير. واجد هنا الأسماء المنتظرة اللي وعدتكم بها، الله الله، الكيلومتر الأخير واقتربت الأسماء، الله 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 الله. يا سلام، شوفوا القادمة بالرقم 1 على المركز الخامس، هذه خود سلالة الفايز بدأت في التحرك ليتحرك معها هذا الشوط، مسرعا في أدائه مسرعا في إيقاعه. الله، خود وصلت وانطلقت خود إلى المركز الثالث، المركز الأول أسباير على الصدارة، خطيرة في المركز الثاني والخطيرة وصلت، خود على المركز الثاني، غيرت إلى مركز الوصافة، وأسباير ما زالت متمسكة بكل الحقوق، حقوق المركز الأول تقول محفوظة لدي، ولكن خود ها هي الآن تتسلل، تسلل ناعم، تسلل ملموس، تسلل محسوس، تريد أن تنتقل انتقالا سلميا إلى المركز الأول، ولكن أسباير ما زالت صامدة وما زالت محافظة على موقعها. خطيرة في المركز الثالث، ولكن خود، يا سلام، خود الآن بدأت الآن تنطلق، ولكن أسباير على المركز الأول، راهن الجميع على خود وانطلاقاتها، ها هي الآن تجاوز بل تحتل المركز الثاني، الناموس 1 ومطلق العنزي يقول عطها المركز الأول، ولكن خط النهاية هو الفيصل. تهانينا لهجن الشحانية على فوز إسباير بالمركز الأول، خود حلت المركز الثاني، المركز الثالث خطيرة أيضا لهجن الشحانية، المركز الرابع كان مع شقرة، أو كان هذا المركز بالفعل مع شقرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والمركز الخامس جاءت فيه هوايل لهجن الشحانية. مشاهدينا الكرام، إذن ما أجمل هذه الأشواط
لا سيما بمشاركه الاسماء التاريخيه، بمشاركه الاسماء التي حظيت بمحبه الجميع. ها هو الشوط الخامس ينتهي، وانتهاؤه يعلن لنا حصول وفوز أسباير بالمركز الأول. توقيتها الزمني 9:48، 95 جزءا من الثانية. المركز الثاني حلت في خود لهجن الشحانية، أيضا بقيادة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي العملاق الذي قاد أسباير وخود في المركزين الأول والثاني. خود قطعت المسافة في 9:48 و99 جزءا من الثانية. المركز الثالث كان مع خطيرة اللي ما قصرت، وتوقيتها أيضا توقيت ممتاز 9:49 و29 جزءا من الثانية. تهانينا لهجن الشحانية وإلى مضمر خطيرة سالم بن فران المري. إذا مشاهدينا الكرام، ما زال